الله يحييك يا ابو محمد. الله اصب على المشاهدين واصب على الشعب الغالي يستاهلون، وعلى راس مولاي خادم الحرمين الشريفين وولي عهد الامين، كذلك التصبيحه موصوله لجنودنا البواسل على الحد على الحدود السعوديه. ارفع صوتك شوي خلنا نسمع يا اخو. على الحدود السعوديه ابو الله يستاهلون، كذلك يعني الصباح والله موصول لوالدتي الغالية، والتي ما إن يبدأ البث الساعة 10 إلا وهي مجهزة قهوتها وفطورها. الله يرزقك بره. إيه والله يحسننا وياها الختام. لله الحمد والشكر والثناء. وأبو صالح تطرق لحسن الخلق في آخر كلامه، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن أقربكم عندي منزلة يوم القيامة حاسنكم أخلاقا. يا سلام. وكان صلى الله عليه وسلم، كانت تقول عائشة رضي الله عنها، كان خلقه القرآن، والله سبحانه وتعالى امتدحه وقال وإنك لعلى خلق عظيم. فالخلق يعني صفة حميدة وطيبة، وكل يعني يتمنى ان يتخلق بالخلق، الا ان الشيطان نسال الله العفو والعافيه ياتي الانسان ويخرب عليه حسن الخلق، بان يجعله عصبي او يجعله يعني صاحب مشاكل. فحينما يقرا القران ويتدبر الاحاديث ويقوى ايمانه يكون صاحب خلق، بينما يعني إذا ضعف إيمانه أو تقاعس عن واجباته الدينية يصير سيء الخلق حد ما. لذلك يعني حسن الخلق نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى على ابن آدم. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يرى اثنين يعني متشاكسين ومتخاصمين، فكان أحدهما محمرة أو داجه، فقال لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لذهب عنهما. الله أكبر. إي والله ما تكلف. فحسن الخلق نعمة بشكل عام، نعمة من الله سبحانه وتعالى. يعني يذكر لي واحد من الشباب يقول في واحد من زملائنا ما شاء الله عليه يعني أخلاقه طيبة وتحمل وكل شيء. يا سلام. فجاء واحد من زملائنا جديد عندنا، فقال أنا بختبره. قلت كيف تختبره؟ قال بختبر اخلاقه الحين. ويجي يلبق السياره من ورا ويقعد يدق بالسياره. صاحب الخلق. يا سلام. اتش ما شاء الله. فتح الباب بالعجره. وين صاحب الخلق؟ قلت ترى الامور تحضر وتغيب. ايه قال وين صاحب الخلق؟ بل الشيطان قال انت خليت في اخلاق، انت جننتني. الله ما خليت موتري بسيارتك ونفرزتي صراحه. الله اكبر. اي والله اذكر يعني من المواقف، يعني احد الولاه أتاه شاعر فذمه بالشعر، ذمه بالشعر فأعطاه، كل ما يذمه يعطيه. الله. قال والله العظيم والله أنا حكيم بس. إيه قال أنا والله بس أختبرك، بس أبا أختبر أخلاقك، لأنهم ذكروا لي أن أخلاقك يعني مرة. فأبا أختبرك، أبا أذمك وبسبك وبشوف ردة فعلك. صار كل ما أسبك وهذا وتعطيني من المال. يا سلام. بدل ما تشح علي من المال تعطيني من المال. سبحان العظيم. شكرها الشاعر وصار بدل ما هو بيسبها حط فيه قصيدة عصماء بسليمة. نعم. الله أكبر. الله يوفق الجميع. اللهم الله يجزاك خير يا أبو حاتم.